هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام مع عشاق الأصالة، شكرا فايز بن غفان اليابري الذي يتواصل في أشواط صباحي هذا اليوم في هذه المكرمة الغالية، مكرمة سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم الذي انطلقت للأسبوع الرابع في هذا الموسم الصيفي. انطلق الشوط الخامس الخاص بالإبكار مباشرة، أبحر في عمق الميدان، أشوف التنافس على المركز الأول، وهذه من تقود المشاركات نيران، ولا من الجانب الآخر تدخلت في هذه اللحظات أعياد، تعود ملكية الغانم بن حمد بن مطر بن نص المنصوري، تسيطر على مقدمة الشوط لها في المركز الثاني، عموه تأتي في المركز الثاني، وأحمد بن يمع بن سعيد العميمي على المركز الثاني، نقلة على المركز الثالث، انطلقت في ثالث المراكز مشاهدي العزاء، تحذير وحمد بن علي بن سيف المسافري، بينما المركز الخامس هناك بن مسفر غادم بقوة، وهذه أيضا تحذير الحذر هذه سيف بن سعيد بن راشد البواردي، انطلق في المركز الخامس. هذه الخمس المراكز الأولى المنطلقة والمتقدمة في مسار هذا الشوط، خمسة على خمسة شوطنا الخامس والخمس المراكز الأولى. مشاهدينا متابعينا الكرام، نسير مع المراكز الأولى، نسير مع التنافس والتحدي، ولا زالت أعياد تسيطر على مقدمة الشوط، غانم بن حمد بن مطر بالنص المنصوري، ولكن غيرت تحذير إلى المركز الأول، وحمد بن علي بن سيف المسافري ينطلق بناموس هذا الشوط، يندفع بالمقدمة، تبقى القليل إلى خط النهاية، وراحت بالمركز الأول، تهانينا حمد بن علي بن سيف المسافري على فوز تحذير، بينما المركز الثاني عياد لغانم بن محمد بن نص المنصوري، المركز الثالث وصلت فيه الحذر لسعيد بن محمد بن راشد البواردي، المركز الرابع هذه المبارك بن يريو المنصوري، والمركز الخامس نهب المر بن راشد بن علي العوادي. هذه النتيجة للخمس المراكز مشاهدينا متابعينا الكرام في مسار هذا الشوط وتحدياته. تهانينا والناموس، نعود مع ابو سلطان الى التوقيت الزمني ونشوف دقيقتين و12 ثانية في هذا الشوط، تهانينا والناموس على هذا الفوز.